كلنا عارفين ان مضيفات الطيران الحلوين دول لما بيستقبلوا الركاب بيحطوا ايديهم ورا ظهرهم، بس عمرك ما سألت نفسك هم ليه بيحطوا ايديهم ورا ظهرهم؟ اتفرج على الفيديو للاخر وهتتصدم من اللي هتسمعه. بس قبل ما اقول لكم ليه، هتحداك تحط لايك ومتابعه بمناخيرك المره دي، صعبه ومحدش يعرف يعني. وعايز اقول لك سايب لك مفاجاه في اول تعليق، لو ما شفتهاش واستغلتها صح هتندم ندم عمرك. اللهم بلغت، اللهم فاشل. السبب بقى يا سيدي اللي بيخلي مضيفات الطيران يحطوا ايديهم ورا ظهرهم ان بيبقى معاهم جهاز بيعد عدد الركاب اللي داخلين الطياره، فكل ما راكب يقوم داخل يقوموا ضاغطين ضغط على الزرار، الجهاز يسجل لوحده العدد اللي داخل.